طيب هنبدأ دلوقتي بإضافة الباك جراوند ميوزك. هدخل جوه الأوديوز وهشد الفايل اللي أنا عايز أعمله يكون هو الباك جراوند بتاعتي. بعدين ممكن أعمل هنا نيو جيم أوبجكت أو امبتي جيم أوبجكت أسميه أوديو، وأدخل جوه الأوديو ده وأعمل الباك. كفاية أكتب باك، واحد عايز يسميها باك جراوند ميوزك زي ما أنت عايز. وتعال نشوف يا سيدي إضافة الأوديو. والأول تعال نشوف الأوديو كومبوننت بتاعي شكله بيبقى عامل إزاي. كان ممكن تقف هنا وتعمل تضيف على طول من الأوديو أوديو سورس بحيث تسهل على نفسك، أو لو أضفت إمتي جيم أوبجكت هتيجي هنا وهتكتب كده أوديو تسهيلا هتوصل على طول للأوديو سورس قدامك. تعال نشوف الكومبوننت بتاع الأوديو سورس مكون من إيه، أو تعال نتكلم على الأجزاء اللي تهمنا من الأوديو سورس كومبوننت. هنا ده الكليب اللي انا لسه منزله قدامك، ده الام بي 3 اللي انا عايز يشتغل اول لما اللعبة تبدأ. هنا ده ميوت، يعني لو يعني الكومبوننت ده كده كأنه ميوت، كأنه مالوش صوت، هو شغال بس الصوت بتاعه معدوم. طيب تعال نشوف بلاي اون اويك، يعني اول لما اللعبة تشتغل هتشغل لي الاوديو لوب، يعني لما يخلص هيتعاد مرة تانية. وبالمناسبة اللوب، يعني عشان في ناس مش عارفة موضوع اليوتيوب يا يعني جماعة، منزل ممكن تعمل رايت كليك على الفيديو وتعمل لوب فالفيديو يفضل يتعاد مع نفسه. يعني طبعا الباك جراوند ميوزك انا محتاج ان انا اختار الخاصية او اكتف الخاصية افعل البلاي اون اويك وافعل اللوب، عشان لما اول لما اللعبة تشتغل الاوديو يشتغل ولما الاوديو يخلص يلف ويتعاد تاني. طيب البريوريتي، هل انت عندك هيبقى عندك كذا صوت جوه اللعبه طبعا، فايه الصوت ده يبقى ايه البريوريتي، الاولويه بريوريتي، يعني الاولويه بتاعه سماع الصوت ده تبقى ايه؟ يعني لو انا بضرب بمسدس المفروض اولويه سماع صوت الطلقه تبقى اعلى من اولويه الباك جراوند ميوزك. فانا طبعا الباك جراوند ميوزك هفضل ان انا احطها في اللو خالص يعني. طيب الصوت الفوليوم، هنشوف ان الفوليوم ده انا هسيبه هنا زي ما هو لان انا هتحكم فيه من اماكن تانية، بس ممكن نبدأ بيه اوطى من كده. البيتش احنا اتكلمنا عنه قبل كده، ال2D وال3D. طبعا احنا كباك جراوند ميوزك انا هي ما بتطلعش من نقطة معينة، ال3D يعني الصوت عندك بيطلع من نقطة معينة. تعال نشوف هو فين جيم اوبجكت، ادي الجيم اوبجكت. لو انا عايز اخليه يبقى جيم اوبجكت ثلاثي الابعاد، تعالى نعمل مثلا يبقى 2 متر. شايف طول ما انت جوه الدايره الزرقاء دي هتسمع الصوت. تعالى نعمل دي 1 من 10 كده. شايف معناها ايه؟ ادي لو انا حاطط دول 2 متر، ادي ال 2 متر بتوعي كده، انا دخلت في ال 2 متر. ال 2 متر قاعدين يقلوا، الاحمر ده شدة الصوت، فاذا الصوت فضل واطي 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 لغايه ما انا قربت من المصدر ابتدى الصوت يعلى. المصدر هو بيبقى في النقطه الصفر دي، فاذا الصوت هيبدا يعلى من لغايه ما اوصل لهنا. انا لما اقرب قوي من المصدر شوف مش هسمع حاجه اصلا، لو خرجت من هنا مش هسمع حاجه. عشان كده لو عايز تبدا بدي صفر مثلا هتلاقي القصه بقت شكلها بقت عامله كده عندك. في واحد هيقول لي انا هاخدهم كاستم وهتحكم فيها بالشكل ده، دبل كليك بتعمل نقطه كده انت بتتحكم فيها كاستم. طيب ايه اللي انا بستخدمها على طول وبسهل على نفسي طالما مفيش سبيشيال، يعني مفيش حاجة عايز اعملها خاصة جدا بعملها لينيو دي يعني بتبقى هايلة جدا، بحيث ان هو الصوت بيعلى واحدة واحدة. يعني انا داخل اهو في الاتنين متر الصوت ابتدى يعلى معايا واحدة واحدة، وهيفضل شغال لغاية ما اوصل الى النقطة اللي مطلعة الصوت طالما انا بادئ المينيموم ديستانس بصفر. طبعا الماكسيمم ديستنس ده بتعملها زي ما انت عايز بقى على حسب الصوت ده ايه. لو هو صوت انفجار مثلا كنا عملناها قبل كده 200، لكن كباك جراوند ميوزك احنا هنتكلم مع ال2D، فكل الكلام ده ملوش قيمة بالنسبة لي، وكل القيم دي لو لعبت فيها حتى ملهاش اي معنى. اهو ال3D ساوند سيتنجز ملهاش معنى طول ما انت واقف على ال2D.
هي دي الخواص المتعلقة بيا او اللي انا هتعامل معاها في الاوديو سورس كومبوننت. طيب تعالى نبدأ اللعبة كده ونشوف. هادي الصوت شغال معايا. طيب خد بالك بقى، لو دوسنا دلوقتي سكيب الصوت مكمل. انا عايز مع السكيب يتعمل بوز للصوت ده. اذا السكريبت بتاع المنيو، الان جيم منيو، هيتحكم في الاوديو سورس. طيب هيتحكم في الاوديو سورس ازاي؟ تعال نشوف. هدخل على الان جيم منيو، انا هتكلم على اوديو سورس، والاوديو سورس ده موجود على جيم اوبجكت بقى، الجيم اوبجكت اللي عليه السكريبت اللي انا واقف عليه دلوقتي اللي هو الان جيم منيو. فاذا هقول بابليك عشان عايز اعينه من انسبكتور، اوديو سورس باك، يبقى ادي الباك جاهز معايا. عايز لما المنيو تشتغل، اذا الكورسور يبقى فيزبل، يحصل ايه؟ يحصل بوز، يحصل بوز للاوديو. فاقول باك دوت بوز. طيب لما ارجع اشغل تاني يكمل، يبقى باك دوت بلاي. هنا انا ملاحظ ان الفاريبل نيم بتاع باك مش معبر ابدا. فاذا هو انا الموضوع كان متسمي معايا الجيم اوبجكت، كان انا مسميه باك على اساس ان هو جوه اوديو او هو تشايلد من اوديو، فباين ان ده باك جراوند ميوزك او باك جراوند اوديو. لكن جوه السكريبت هنا لا، انا محتاج ان انا اسميه هنا باك جراوند او باك ميوزك. تعالى نقول باك ميوزك. واحلى حاجة الهايلايتر اللي هو بيعملهولي عشان يقول لي انت عندك ايه المتغير ده، خلاص ما بقاش موجود كده. باك ميوزك بوز وباك ميوزك بلاي، كده الموضوع ديسكريبتيف يعني. طيب كده السكريبت مستنيني اهو، اقول له فين الباك ميوزك، فين الاوديو سورس اللي انت هتتكلم عليه. ادي الباك، اشده هنا،